بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزاتي أعزائي تلميذات وتلاميذ المستوى السادس ابتدائي، مرحبا بكم مجددا. درسنا في مادة الرياضيات لهذا اليوم هو دائما التناسبية، وسنتطرق فيه إلى معامل التناسب الحصة الثانية. لاحظوا جيدا هذا النشاط التقويمي، يمثل الجدول التالي أعداد جدول أعداد متناسبة، فهو يتضمن في السطر الأول طول ضلع المربع بالسنتيمتر، وفي السطر الثاني طول محيطه بالسنتيمتر أيضا. الأسئلة: أتمم ملأ الجدول. سؤال ثاني: حدد معامل التناسب. ثم في النهاية أنشئ تمثيلا مبيانيا لهذه الوضعية المتناسبة. تذكروا جيدا أنه رأينا خلال الحصة الماضية، أي الحصة الأولى، معامل التناسب وكيف نتعرف على الأعداد المتناسبة وكيفية رسم التمثيل أو كيفية تمثيل الوضعية التناسبية. واليوم كما قلنا سنقوم بنشاط تقويمي لتقويم المكتسبات السابقة. دائما نحتفظ بنفس الجدول الذي جمعت فيه المعطيات، نحاول ملأ هذا الجدول. لاحظوا جيدا لدينا العدد أو المحيط 20، في مقابله في السطر الأول طول الضلع ضلع المربع هو 5، ونعلم أن محيط المربع يساوي 4 مرات طول ضلعه. إذن فعشرون مقسومة على 5 يساوي 4، وبما أن الأعداد متناسبة فانطلاقا من ذلك سيكون معامل التناسب كما رأينا في الحصة الماضية، أي الحصة الأولى، هو 4. نتمم الجدول بضرب أعداد السطر الأول في 4 أو بقسمة أعداد السطر الثاني على 4 للحصول على أعداد السطر الأول. مثلا نريد أن نحصل على طول ضلع، لدينا المحيط هو 8، إذن سنقوم بقسمة 8 على 4 وسنحصل على 2. 6 نضربها في 4 وسنحصل على 24، وهكذا حتى نكمل الجدول. 4 في 4 يساوي 16، ثم 12 مقسومة على 4 يساوي 30، وبهذا نكون قد أتممنا أو أكملنا الجدول. ومعامل التناسب كما رأينا هو 4. الآن ننتقل إلى التمثيل المبياني، كيف نمثل هذه المعطيات في رسم مبياني؟ دائما نستحضر هذا الجدول الذي معامله أو هذا الجدول الذي يتضمن أعداد متناسبة ومعامل التناسب هو 4،
وكما رأينا في الحصة الماضية نرسم محورا أفقيا نسجل عليه قيم طول المربع 2 3 4 5 6 بالترتيب دائما، ثم في المحور العمودي نسجل قيم المحيط بالترتيب كذلك 8 12 16 ثم 20 ثم أخيرا 24. نحاول في كل مرة أن نحدد النقطة التي معلمتها 2 8 2 8، ثم النقطة الثانية 3 12، والنقطة الثالثة 4 16، ثم 5 20، وأخيرا طول الضلع 6 نضربها في 4 نحصل على 24. إذن نكون قد أتممت النقط، يتبقى فقط أن نرسم الخط. سنرى، إذن لاحظوا هذا الخط فهو عبارة عن خط مستقيم، عبارة عن خط مستقيم يمر من أصل المحورين ويمر من النقطة التي معلمتها 0 0، بمعنى عندما يكون طول الضلع 0 يكون المحيط بالتأكيد هو 0 أيضا. سننتقل إلى نشاط تقويمي آخر. لدينا مجموعة من التمثيلات المبيانية، سنحدد أي تمثيل يمثل وضعية تناسبية، أي التي أعداد الوضعية أو أعداد الجدول أو أعداد المعطيات متناسبة. لدينا التمثيل المبياني رقم 1، هنا انتبهوا جيدا، التمثيل المبياني رقم 2، وأخيرا التمثيل المبياني رقم 3. نفكر جيدا جماعة، سنحاول إنجاز هذا النشاط. إذن أول عمل نقوم به هو كما سبق أن تمت الإشارة خلال الحصة الماضية، هو أن ننظر جيدا ونلاحظ طبيعة الخط. تذكروا جيدا أن خط أو خط الوضعية التناسبية يجب أن يكون أن تتوفر فيه شرطين أو أن يتوفر فيه شرطين أو شرطان. أولا أن يكون مستقيما، ثانيا أن يمر من أصل المحورين. بذلك نعود إلى التمثيل المبياني رقم 1، نلاحظ أن الخط خط مستقيم لكن لا يمر من أصل المحورين. التمثيل المبياني رقم 2 فهو خط مستقيم ويمر أيضا من أصل المحورين. الخط رقم 3 أو التمثيل المبياني رقم 3، الخط يمر من أصل المحورين لكن ليس بخط مستقيم. ومن هنا نخلص إلى أن التمثيل المبياني رقم 2 هو الذي يمثل المبيان، مبيان وضعية تناسبية. إذن إلى هنا نصل إلى نهاية
هذه الحصة التقويمية من لمادة الرياضيات في موضوع التناسبية معامل التناسب. يمكن لكم أن تتدربوا وتتمرنوا إذا عدتم إلى كراساتكم المنزلية أو كراسات المتعلم، فتمة تمارين أوفى يمكن لكم أن تطوروا مكتسباتكم في هذا الموضوع. شكرا لكم وإلى اللقاء في فرصة قادمة.